يا رب يشفيكم يشفيني ويشفي كل مريض، قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم عن الفواكه أو فاكهة بتخفض نسبة السكر في الدم، وكالعادة هنتكلم عن كل تفاصيل الموضوع ولكن بشكل سريع، فما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعك، اضغط اللايك ويلا بينا نتعرف على التفاصيل. لو وزنك زايد ومش عارف تخس، أو عندك دهون زيادة في منطقة البطن أو دهون على الكبد، أو عندك جرثومة معدة أو سكري أو مشاكل في القولون، فأنت محتاج أفضل صامغ عربي هشاب سوداني المنشأ والمصنع بأعلى معايير الجودة العالمية من شركة ناتوريا. طب أجيب ناتوريا منين؟ ما أنت عندك موقع وشركة الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. في الوصف هتلاقي لينك موقع الهشاب 2000، واللي من خلاله هتقدر تشتري المنتج بأقل سعر ويوصل لك لحد باب البيت، سواء في مصر أو في أي مكان في العالم. وكمان تقدر تتواصل معنا على الواتساب من خلال الرقم الظاهر على الشاشة. أما لو عايز تعرف أي معلومة تخطر على بالك عن الصمغ العربي، سواء عن طريقة الاستخدام الصحيحة أو عن فوائد الصمغ العربي، فهتلاقي في الوصف لينك الموقع الوحيد باللغة العربية المتخصص بالكامل في الصمغ العربي. التفاح بيعتبر من أهم الفواكه اللي ليها تأثير إيجابي على نسبة السكر في الدم. هو غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان اللي بتبطئ عملية الهضم وامتصاص السكر في مجرى الدم، وده بيساعد على تنظيم مستوى السكر بشكل أفضل. بالإضافة لكده، التفاح بيحتوي على مركبات البوليفينول تمام، أو بيقولوا عليه أحيانا البوليفينولات تمام، معلش هي تقيلة شوية على لساني يعني تمام. دي عبارة عن مضادات أكسدة قوية بتساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، ده بيسهل على الجسم استخدام السكر في الدم عشان يحصل على الطاقة. وكمان التفاح قليل في السعرات الحرارية، وده بيخليه خيار ممتاز للأشخاص اللي بيحاولوا يتحكموا في وزنهم أو ينقصوه. من ناحية تانية، التوت غني بالألياف الغذائية اللي بتساعد برضو على تنظيم مستويات السكر في الدم. كمان بيحتوي على مادة الأنثوسيانين، وهو نوع من مضادات الأكسدة اللي بتظهر خصائص مضادة لمرض السكري. التوت كمان قليل السعرات الحرارية ومصدر غني بالفيتامينات والمعادن. الكيوي برضو من الفواكه اللي ليها تأثير إيجابي على السكر في الدم. هو غني بالألياف الغذائية اللي بتساعد على تنظيم مستويات السكر، وكمان مصدر ممتاز لفيتامين سي والبوتاسيوم، واللي بيلعبوا دور مهم في صحة القلب والتمثيل الغذائي. الكيوي قليل السعرات الحرارية، لكن من ناحية تانية الأفوكادو ده غني بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة اللي بتساعد على تحسين حساسيات الجسم للأنسولين. بالإضافة لكده، الأفوكادو بيحتوي على الألياف الغذائية والبوتاسيوم، وهو مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن. البابايا غنية بفيتامين سي اللي بيساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي، وكمان بتحتوي على إنزيمات الهضم زي الباباين اللي بيساعد على تحسين هضم الكربوهيدرات. البابايا برضو غنية بالألياف الغذائية. من ناحية تانية، البرتقال بيعتبر غني بالألياف الغذائية اللي بتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وكمان هو مصدر ممتاز لفيتامين سي اللي بيعزز صحة الجهاز المناعي. البرتقال كمان قليل السعرات الحرارية. الكرز غني بمضادات الأكسدة بما في ذلك مادة الأنسوسيانين اللي بتساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين. الكرز كمان غني بالألياف الغذائية وقليل السعرات الحرارية. الجريب فروت غني بالألياف الغذائية اللي بتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو كمان مصدر ممتاز لفيتامين سي وقليل السعرات الحرارية. البطيخ برضو غني بالألياف الغذائية اللي بتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وكمان هو مصدر ممتاز للبوتاسيوم وقليل السعرات الحرارية. المانجا غنية بالألياف الغذائية اللي بتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهي مصدر ممتاز لفيتامين سي وغنية بفيتامين A اللي بيعزز صحة البصر. بس نخلي بالنا بالنسبة للسكر، ما ناكلش مانجا كتير عشان السكر اللي فيها عالي شوية. الأناناس غني بالألياف الغذائية اللي بتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو كمان مصدر ممتاز لفيتامين سي، وبيحتوي على إنزيم البروميلين اللي بيساعد على تحسين الهضم. كل الفواكه دي بتقدم فوائد كبيرة لمرضى السكري أو الناس اللي بيتحاولوا يتحكموا في مستويات السكر في الدم
بس مهم جدا استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية علشان يحدد الكميات المناسبة لكل حالة. الفواكه دي مش بس بتساعد في تنظيم السكر، لكن كمان بتوفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن اللي بتحسن الصحة العامة وتدعم وظائف الجسم المختلفة اللي بيأثر عليها السكر. كمان الألياف الغذائية اللي موجودة في الفواكه دي بتساعد على تحسين الهضم وتقليل امتصاص السكر بشكل سريع، وده بيساهم في الحفاظ على مستويات السكر مستقرة ومعتدلة. علشان كده إدخال الفواكه في النظام الغذائي بشكل منتظم بيكون ليه تأثير إيجابي على الصحة العامة من ناحية، وعلى مستويات السكر في الدم من ناحية تانية، بس دايما لازم يكون في توازن وما يبقاش في إفراط في تناول أي نوع من الأطعمة حتى ولو كانت مفيدة. وما ننساش ان السام العربي للهشاب بيساعد في علاج وضبط السكري من النوع الثاني. خلي بالكم يا جماعه، احنا اتكلمنا، راجعوا كده الفيديو من الاول، هتلاقوني معظم الفواكه اللي اتكلمنا عنها معظمها بيدخل فيها عامل الالياف الغذائيه. الالياف الغذائيه بالفعل ليها تاثير قوي جدا جدا على مرض السكر. تخيل طيب ان في حاجه زي السمر العربي 80% يمكن فوق ال 80، يعني حوالي داخل على 85% من مركباتها، من مكوناتها الياف، والياف كمان زائبه، يعني الياف من النوع الافضل، الياف زائبه 85%. لما تعرف ان ماده 85% من مركباتها او من مكوناتها الياف زائبه، يبقى دي بقى هتخلص على السكر خالص. والله العظيم في حد بعت لي تعليق في القناه قال لي انا من يوم ما استخدمت السكر وانا وقفت الانسولين خالص، دلوقتي باخد اقراص وتقريبا السكر في المستويات الطبيعيه لفتره طويله، انا حاسس ان انا خفيت من السكر. هو موجود، ولكن انا حاسس ان انا يعني الحمد لله تلافيت المشاكل الكبيره، وان مرض السكر اصبح الحمد لله يعني حاجه بسيطه جدا جدا. هو قال لي خفيت خالص، يعني والله قال لي خفيت خالص، وكنت بستخدم انسولين لفتره وتوقفت عن استخدام الانسولين نهائي، يعني بياخد اقراص بسيطه مع استخدام السمر العربي. تخيلوا التاثير المهم جدا جدا للسمر العربي على اسمه ايه ده، على مرض السكر ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه هو بيخسس وبيزود الحرق وبيقلل الكوليسترول والدهون الثلاثيه ودهون الكبد، يعني كمان بيقضي على الدهون اللي ليها تاثير كبير على حساسيه الانسولين. تمام، بس طبعا بنأكد دايما ان يكون من النوع الهشاب. ولو حضرتك استفدت من الفيديو هيشرفني ويدعمني انك تضغط لايك للفيديو. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.